صباح الخير دكتور نريمان. صباح النور، اهلا بكم، نورتينا اليوم. نوركم الله. خبيره تجميل ليزر نسائيه. نسائيه وليزر تقشير الكربوني ولا فريكشنال؟ فريكشنال. نعم. بدايه خليني اعرف منك ما هو التقشير الكربوني. بدايه كان نعترض على تقديمك، هو للنساء وللرجال. ها حلو، نساء ورجال. بس السيدات هو بشكل عام للنساء وللرجال، يعني هذا الموضوع. شباب حضروا نفسكم لعد. يعني نعم. اولا كلمه تقشير الكربوني والفراكشنال. اولا كان نعرف كلمه تقشير. نعم. ماذا نقصد بالتقشير؟ التقشير معناته بيلينج يسموه هو. التقشير هي عمليه قديمه، يعني ممكن ان تكون على اي مكان بالجسم، مو شرط الوجه. يعني المفهوم العام انه التقشير يكون فقط على الوجه، لا، ممكن ان يكون على الوجه، على الرقبه، على الايد، الصدر، منطقة الرجل، يعني كل مناطق الجسم، بأي مكان بإصابة أو تصبغات أو ريد انفتح المكان أو نصيف الإجراء. نعم. التقشير شو نقصد به؟ إزالة الطبقة السطحية من الجلد، يعني الطبقة اللي تكون نسميها الثين لاير، ما ندخل دخول عميق بالجلد. هذا نقصد به التقشير الكربوني. نعم. إذا ردنا ندخل طبقة أعمق من الجلد نستعمل تقشير الفراكشنال اللي هو يكون أعمق بجهاز الليزر. حلو. فأكو تقشير يكون سطحي بالكربوني، أكو تقشير يكون عميق بجهاز الفراكشنال سي او 2. نعم. دكتورة شنو سبب التصبغات اللي تصير بالبشرة؟ هواية أسباب التصبغات، أكو نوعية، أكو الكلف، أكو النمش، التصبغات لها هواية أسباب، لكن الأسباب ناخذ العامة بشكل عام. نعم. تعرض البشرة بشكل مباشر أشعة الشمس، يعني كلش مهم، عدم استعمال مثلا مواقع الشمس. في بعض النساء استعمال حبوب منع الحمل، استعمال مواد تضر البشرة، التقشير الزائد عن الحد ايضا ممكن ان يسوي تصبغات، كريمات معينه، واكو نوع من انواع حسب البشره، اكو البشره البيضاء، اكو البشره السمراء. البشره البيضاء تكون عرضه اكثر للتصبغات من البشره السمراء. تقنيه التقشير الكربوني. نعم، التقشير الكربوني، جهاز الليزر الكربوني اللي نستعمل به هو جهاز يسمى تقشير الكربوني، نسميه تقشير هوليود، لأنه يعني دائما نجمات هوليود يستعملونه، فالطريقه كلش سهله، يعني تعطي نتائج سريعه. جهاز الاندياج ليزر المستعمل تقشير الكربوني، الطريقة بسيطة جدا، يعني نخلي كربون على الوجه ونسلط جهاز الليزر على البشرة، رح يسخن الكربون الموجود، وبالتالي سخونة الكربون ممكن أن يزيل الطبقة السطحية، تقل المسامات، الخلايا الميتة، ينطي فد نوع من اللي نسميه الإضاءة أو فد شيء وقتي، مجرد أسبوعين أو أكثر. يعني التقشير الكربوني اليوم يعتبر عملية جراحية تجميلية؟ لا، هو مو عملية جراحية، لأنه ما راح يطلع دماء به، ولا راح نستعمل به أدوات جارحة أو حادة. هو مجرد جهاز جدا بسيط، الليزر الكربوني ضرباته تكون كلش بسيطة. نعم. الطول الموجي مالتها يكون يعني قليل، بس التردد يكون عالي. مثل ما قلنا توصل إلى الطبقة السطحية، ما نخترق الطبقة الداخلية، فما كل دماء، ولا مو عملية جراحية. حلو. من هم الفئات المرشحة لعملية التقشير الكربوني؟ هي الفئات اللي يعني أقصد الفائدة من الليزر الكربوني. إلا ماذا نستعمل الليزر الكربوني؟ أولا الليزر الكربوني مثل ما قلنا ينطي إضاءة وينطي رونق وينطي جمال، نسميه نظارة بشكل عام للوجه. يعالج المسامات، ممكن أن يسد المسامات الموجودة. دوره بعلاج التصبغات يكون ضئيل. نعم. الليزر الكربوني ما يعالج التصبغات، يعني العلاج الرئيسي مالته هو فقط النظارة والإضاءة للوجه. إذا حش تصبغات ندخل ليزر الفراكشنال. شنو اللي يعني اريد تفصيل عن الموضوع اللي يحدث بالجلد من يكون الموضوع الليزر؟ حلو. بشكل عام يعني احنا قلنا نخلي الكربون على الوجه، هي الطريقه انه نخلي كريم اولا، مخدر، نزيل. نعم. المخدر، نخلي فد ماسك كربون اكثر الناس شايفته يمكن بالتلفزيون. السؤال الناس يسألون هذا الماسك الكربوني يعني ليش احنا نخليه بالليزر، شنو فائدته؟ الناس اكثرهم يتوقعون انه هو يغذي البشره، هو طبعا ما له علاقه بالتغذيه، هو مجرد كربون فقط. راح اقول لك شنو يعني البروسيجر بالضبط شلون تتم. احنا من نسلط الليزر على الجلد، ليزر الاندياج بالضبط هو نفسه يحب اللون الاسود، يعني شنو؟ يعني هذا الليزر كله راح يسلط على هاي المنطقه، هو الكربون الاسود. ذرات الكربون راح تمتص كل الليزر المسلط. ذرات الكربون راح تسخن بالليزر، من تسخن هاي ايش راح يصير بهالطريقه؟ تنشال الخلايا الميته الطبقه السطحيه. اذا الكربون فادنا بحالتين، زيد من امتصاص الليزر، وايضا شال لنا الطبقه السطحيه. اذا هو مو مغذي، هو مجرد عمليه مساعده لتركيز ليزر اكثر على هاي المنطقه. ففي الطريقه كلش سهله وما بيها اي نتائج جانبيه وسريعه. يعني التقشير الكربوني البعض يسال عن موضوع انه يساعد بازاله حب الشباب اليوم؟ لا، ما له علاقه. احنا قلنا حب الشباب اكو نوعين من حب الشباب. اكو الفعال، اكو اكتف اكني، واكو ان اكتف اكني. الليزر الكربوني ما له اي علاقه بحب الشباب، وما يفضل يسلط ليزر على مكان بحب الشباب. لكن ممكن ان نقول اثار حب الشباب، اثار حب الشباب ما نستعمل بها الليزر الكربوني، ما ينطينا نتائج قويه. نستعمل الفراكشنال سي او 2، يعني احنا قلنا نحتاج ندخل الى طبقات عميقه من الجلد.
نعم. مشاهدينا الكرام ارقامنا راح تظهر اياكم في اسفل الشاشه، انتظر كل اتصالاتكم واسئلتكم ويا الدكتوره نريمان وراح تجاوب عليها اكيد. دكتوره اريد تحديد اكثر يعني وتعميق اكثر، البعض يسال عن موضوع الاماكن نعم. اللي يستخدم بها التقشير الكربوني اكثر. نعم بشكل عام الليزر الكربوني التقشير الكربوني على الوجه اكثر 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 استعماله على الوجه نعم. مثل ما قلنا اضاءه نظاره ينطي يزيل الطبقات الخلايا الميتة الأولى، يقلل إفراز دهون بالبشرة، هنا يفيدنا الطبق يفيدنا الناس اللي تعاني من بشرة دهنية، ممكن أن يقلل إفراز الدهون، المسامات تبدي تقل تدريجياً، ممكن أن يفيدنا أيضاً بالتجاعيد الرفيعة جداً يعني يسوي نظارة، لكن نرجع مرة ثانية نأكد أنه الليزر الكربوني ما يعالج التصبغات. والهالات السود. والهالات السود ما له علاقة الليزر الكربوني، هالات السود هذا موضوع آخر الأكثر من علاج، ما له علاقة الليزر الكربوني. يعني يكون بعيد عن موضوع. لا ما له علاقة غير 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 يعني غير أمور وغير يعني علاج يكون غير أمور مو الليزر. حلو. البعض إنه يقول يتعرض الجلد إلى الحرق. نعم. مادة الليزر. إيه يخافون من الليزر. بالضبط. نعم. هي كلمة ليزر بحد ذاتها الناس يخافون من كلمة ليزر، يتوقعون إنه ليزر في الضوء حارق. لكن هو الليزر هو مثل ما قلنا دائما هو مختصر خمس كلمات، هو يعني ضوء عادي ناخذه الضوء نحفزه نضخمه ونسلطه على مكان. اما عمليه الحرق هاي تعتمد على هواية امور، اولا انت لازم يكون اي شخص يستعمل ليزر لازم يعرف هذا الجهاز شنو اضراره شنو لازم يستعمل، يسموها البارامترز اللي هي نستعملها بالليزر. اذا اخذنا مثلا في الجرعات مضاعفه مثلا بالقوه بالباور بالانرجي اكيد راح يصير حروق بالبشره، فلازم تكون بايد اختصاص يعني ضروري. ويانا اول اتصال ابو علي حياك الله من الناصريه. صباح الخير استاذ. صباح النور حبيبي ابو علي شلونك؟ الله ممكن اشارك للدكتور نريمان؟ اكيد تفضل دكتور نريمان وياك. اهلا وسهلا. صباح. صباح النور. دكتور اريد احنا عليك، عندي بنتي الثالث متوسط. حب الشباب وجهي حب الشباب هواي عن وجهي، فراجعت اكثر من دكتوره رحت تعطوني كريمات هواي انواع. نفس الشيء يعني نفس الشيء يعني عالجتها مره صارت البشره مالتها لا ثمره صارت. نعم نعم. اي والله فما اعرف شنو يعني العلاج اللي له ولا ما عليك. يعني هو الفتاة اعتقد 13 سنة قال عمرها 13 سنة حب الشباب، هي مشكلة حب الشباب في المشكلة جدا شائعة يعني صحيح. أولا يعني أسبابها كثيرة لكن أنا ما راح أقول لك الأسباب، راح أقول لك الموانع خل تمتنع عنها على مود لا تتفاقم الحالة وبعدين نجي على العلاج. اللي عنده حب الشباب أولا إذا عمرها 13 سنة جدا مهم نسوي تحليل هرمونات بالدورة جدا مهم لها لأن يعني مرات إلى علاقة حب الشباب. ثانيا تحليل هرمونات، تحاليل اخرى هم ممكن ان نسوي لها خاصه بها، تمتنع عن مثلا وضع الميك اب، ماكو ميك اب، ماكو اي امور لازاله الشعر، ماكو لعب بمكان الحبل لانه هذه اي حبايه موجوده هي عباره عن بؤره لبكتيريا تنتشر، فتمتنع عن اني ما تفجر حبايه او تلعب بها، هذه مهمه. دائما تخلي واقي شمس من تطلع، تبتعد عن اماكن حاره مثلا ما تقعد يم صوفه قريب او مكان حار قريب، هاي كموانع كبدايه. العلاج يكون يم اخصائي جلديه، يعني هسه تبتعد انت عن الليزر، احنا قلنا من حب الشباب ما نجي على الليزر، خطر يعني الليزر ما نخليه على حب الشباب لانه راح يفجر الحبايه ويسوي لنا مشاكل. العلاج الروتيني لكن علاج حب الشباب يراد له وقت. يراد له وقت. المهم انه مو بس تعالج حب الشباب. هذا شيء انت بالبرد يعني بالبرد ويطلع على حب يعني معه. نعم هو من رجعات معاته اكو سبب معين هو نفسه سبب ظهورها الاول. لانه يعني انت من تعالجها تروح الاصابه لانه يعني مو مرض مزمن هو مجرد في الاصابه وقتيه. من يرجع مره ثانيه معناته اكو سبب معين دي يطلع حب الشباب، فانت لازم بالضبط فلازم تنتبه على السبب الرئيسي ليش دي يطلع، يعني طريقه معاملتها الوجه، استعمالها المواد على الوجه خاصه، تلعب مكان الحب، يعني لازم اكو فد شيء معين دي يرجع حب الشباب. فهو يعني بس ننصحك انه لازم اخصائي جلديه، ماكو ليزر حاليا. شكرا اتصالك ابو علي. شكرا اتصالك. ويانا احمد ايضا من الناصريه. الو ابو شهاب حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي حمودي شلونك؟ الله يحفظك ويحفظ الله يديك. اي طول لي عمرك. دكتوره نريمان وياك. اهلا بكم. دكتوره شلون صحتك؟ الله يخليك اهل الناصريه. اهلا بكم. الله يحفظك ويحفظ الله يديك. بدون زحمه عندي زوجتي. نعم. وجهها يطلع مثل الحب شلون لونه بنفسجي. نعم نعم. راح انت شو اسوي وياك؟ اي اوكي. يا اهلا بكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العفو دكتوره بلا زحمه، يعني شلون الحساسيه تطلع بوجهي؟ نعم حساسيه. حساسيه او حبايه؟ حساسيه بس ما ادري يعني نوعها شلون. الاكزيما ما
ما أعرفها يعني. لا أكو فرق يعني، أكو فرق. دوائر تطلع أول مرة حرارة وحبايب تنفتح. نعم تنفتح. انت مراجعه اخصائي جلديه؟ انت راجعتي اخصائي جلديه؟ طاش اسم التشخيص؟ راجعت اكثر شنو اسم التشخيص؟ من اربع مرات. التشخيص شنو؟ لا التشخيص شنو اسم التشخيص؟ داء الورديه، حساسيه، داء الورديه واكزيما. يعني ما اعرف السبب وما جاي تروح. لا اسمحي لي، هو المشخص الاخصائي الجلديه لازم انطاش اسم معين للحاله. ذكرت حساسيه اكزيما ام داء الورديه؟ ماكو فرق. ما قال لي داء الورديه. احتمال اكزيما. نعم. تستعملين المواد على الوجه هوايه يعني مبيضات او مواد خاصه او خطاط خاصه على الوجه؟ لا لا ما اخلي. مستعمله قبل؟ لا ابد. نعم. تخبزين تتحرضين حراره قويه مباشره؟ اي نعم. وهذا سبب رئيسي مثل ما قلنا. يعني يعني اسمحي لي، هو البشره يعني خاصه بالنساء تكون كلش رقيقه، يعني بشره الرجل تكون اسمك، يعني ما انخلقت على مود تتعرض الى حراره مباشره. صحيح. فاكيد حراره التنور يعني اسمحي لي يعني بعد ما تخبزين كله صمون، حراره التنور او هاي تشتري خبز من برا. اي من برا. حراره التنور كلش تاثر على الوجوه. صح. يعني تحرقها، يعني يصير حروق بشره. من ضمن حروق البشره راح يتغير النسيج بالتالي، فيصير عندها نوع من الحساسيه. اي تخبزين الخبز حراره ما جاي تروح. اي مو يراجلها وقت. اي يراجلها وقت. نعم يراجلها وقت. بس الحساسيه اكو مواد تتجنبيها بشكل عام حتى بالاكل، يعني اكو مواد بالاكل راح يقولوا لك مثلا ما تاكليها تهيج الحساسيه عندك. تعرفين التوابل، اعتقد الموز البيض، هاي الامور، المياه الغازيه، السمك، احنا عندنا الباذنجان. واهم شيء انه ما تحطين اي مواد على البشره، يعني البشره تكون دائما بارده، ما تعرضيها للحراره، ومثلا ما تغسليها هوايه، مو تقشير هوايه. وطبعا اكيد ليزر مستحيل اكو تستعملين اي شيء مال ليزر، بس هي يراجلها عنايه خاصه يعني، بس هي تروح ماكو شيء يبقى يعني. نعم شكرا لاتصالك واجر عافيه ان شاء الله. ويانا ام شيماء صديقه البرنامج. صباح الخير ام شيماء. صباح الخير مصطفى، نورتينا اليوم. لا صباح الخير دكتوره عيني. صباح النور يا اهلا وسهلا. بدول عينك، عندي بنيه عندها اثار مع الحب. نعم. وبوجهها والاثار يعني خفيفه، مو خفيفه. حلو الحمد لله خفيفه. نعم. حب الشباب، مشاكل حب الشباب انه من يروح تبقى اثار. صحيح. هذه مشكله يعني مترابطه ويا زوال حب الشباب. هنا راح يدخل الليزر، هنا راح نجي ندخل الليزر. أي احنا قلنا حب الشباب اذا موجود ما نخلي عليه ليزر نهائيا، لانه مو من ضمن علاجات الليزر. يتعالج اول اثار بالليزر. اثار حب الشباب اذا خفيفه او اذا يعني عميقه، الجهاز اللي حاليا اللي ثبت به نتائج هو بس الفراكشنال سي او 2. جهاز السكرت موجود ينطي نتائج لكن مو مثل جهاز الفراكشنال سي او 2. جهاز جميل، نتائجه حلوه، يعني البشره تتحسن جدا، تتحسن راح يبني الكولاجين، لكن مهم انه لازم يعني بيد اختصاص، لان يعني هذا جهاز دائما انه جهاز خطر، يعني مو شخص ممكن ان يستعمله. صح. لكن ممكن ان يتحسن بمرور الوقت طبعا، وباستعمال كريمات خاصه بها كولاجين. هنا ممكن ان يعني تدجين الليزر، الليزر كل شيء فيه لك يعني. دكتوره عيني. نعم. تخلي هواي يعني مرطبات على وجهها هم ياثر؟ لا يعني مرطبات تقصدين هي بشرتها جافه؟ إيه جافة. نعم. لا مو هي، أنت من قلتي آثار حب شباب معناتها البشرة مو جافة، لأنه من يصير حب شباب يصير البشرة الدهنية. يعني هي ليش تستعمل مرطبات يعني يعني مرطبات يعني ليش عندها جفاف؟ تستعمل مثلا صوابين خاصة غير طبيعة البشرة مالتها يعني؟ مو إذا عندها آثار حب شباب معناتها عندها استعداد لتكون الحبوب أصلا من جديد. فالمرطبات في بعض الأحيان تسد المسامات إذا هي البشرة تكون يعني دهنية، وهنا راح تظهر مرة ثانية الحب. فهنا لازم غسول خاص، لازم مرطبات خاصة من أخصائي جلدية يعني. نعم. شكرا لاتصالك أم شيماء. ويانا أم محمد من بغداد. ألو أم محمد. علي. صباح الخير. علي السلام عليكم. علي صباح الخير. عليكم السلام، نورتينا. الله يخليك، الله يخليك، تسلم عيني. أبو سالم عينيش. بس سؤال بس الدكتورة نريمان. تفضلي وياك الدكتورة. الله يخليك. كانت عيني دكتورة. أهلا وسهلا، عليكم السلام. هلا حبيبتي. أهلا بيكم. بس عندي سؤال، أنا قبل كم سنة سويت، أنا عندي هاي البقعة اللي اليوم هو الموضوع مع الحلقة. نعم. عليها. أي قبل سنة، قبل يعني قبل 5 سنين هيك رحت المركز تجميل، فسألت يعني أنه شلون طريقة أنه التخلص منها. هي شنو بقع تصبغات؟ تصبغات؟ تصبغات. تصبغات نعم، إي بالوجه نعم. تصبغات، إي تصبغات، إي. هو يعني عندي بس هي تصبغات 2 بمكانين بالوجه. نعم. اي
بعدين لازم تسوين فركشنال ليزر. فركشنال سي او 2 للتصبغات. نعم نعم. فمن سويت فركشنال ليزر احترق وجهي. طبعا طبعا. اي نعم طبعا. اي نعم. احترق وجهي بحيث يعني والموضوع يعني صار اسوء. شهر يمكن الله اكثر من شهر يا بطاط. نعم نعم. فهسه تعقدت زين هسه حقاً شو تعقدين؟ يعني مثلاً قالوا ينهيزوا قالوا ما أدري شو نعم 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 ما بدها تروح زين هسه مثلاً هذا التقشير الكربوني يعني إيه يفيدك يعني اسمحي لو أقصد مثلاً بشرتي إذا أسوي تقشير كربوني هل نعم. يأذي كم بحصر كالبشرتي؟ أي نعم أنا نعم لا يقدر. راح اجاوبك. اول شيء الليزر الكربوني ابتعدي عنه ما دام اكو حروق بشره. هسه نبتعد عن اي شيء بيه حراره او ليزر. هاي خلينا نجي عليها. هنا شنو المشكله؟ يعني من تجي تصبغات اكو عندنا مثل يقول لك اخر الدواء الكي، صح ولا لا؟ يعني احنا ما نجي راسا نخلي ليزر على الصبغات، صحيح ماكو داعي. يعني احنا بشره بيها تصبغات حراره، اكو عندنا مشكله بالبشره، اكو تغير بسيج البشره، البشره بيها نوع من الحساسيه. انا جهاز الليزر جهاز خطر، وخاصه السي او 2 مثل ما قلنا. ابدي بمواد بسيطه، تقشير عادي مثلا كيميائي فرضا، خلينا يكون كيميائي، انطي مثلا ميزوثيرابي، مثلا انطي جهاز الدرمافين اللي هو موجود، مثلا ابدي بجهاز السكرت، انطي علاج الليزر اخليه اخر مرحله، لانه احنا من نوصل الليزر اخر مرحله، هاي كخطوه كبدايه علاج، خطوات علاج التصبغات. نجي على المرحله الثانيه، صار عندك حروق. هنا نجي يعني جهاز الليزر استعملتي لازم ماكو حروق، لازم ماكو حروق، يصير حمار بسيط اسبوع يروح. اذا صارت حروق معناتها اختار ليش الجهاز واشتغل عليه، انطاش فت باراميترز، فالاعداد هي فوق الطبيعيه يعني، فسوت حروق يعني دخل بمناطق حرقها، ما عالج المشكله، سوالك هنا يسموه السايد افكت، الاثار الجانبيه. نعم. المشكله هنا يراد لك وقت، اي حقك هنا يراد لك وقت، ويراد ترجعين مره ثانيه تعالجين الحروق اللي صارت، ونرجع مره ثانيه نعالج الصبغات، لانه احتمال الصبغ راح يزيد. يعني الحروق وما ادري شنو هاي راحت كيف شايفه بس قلت اخاف. نعم. يعني اسوي تقشير كربوني اخاف يعني لا هسه تصير تتجهين لاي ليزر. اسمحي لي هسه احنا نوقف الليزر، لانه انت صارت حروق بالبشره، نوقف كل انواع الليزر، نستعمل امور بسيطه الى ان نرجع بناء الجلد مره ثانيه، ونرجع مره ثانيه نشتغل على الصبغات. اما اي شيء بيه حراره بيه ليزر يعني ما انصحش التجهيل نهائيا. نعم. شكرا لك ام محمد. ويانا ام حساسه شلون ام محمد؟ التقشير الكربوني يفيد البشره لا التقشير الكربوني ما ياخر تصبغات، ما له علاقه بالتصبغات. ما يخدمك. نعم. شكرا لاتصالك. ويانا ام مصطفى من بابل. الو ام مصطفى صباح الخير. صباح الخير استاذ. شلونك يا ام مصطفى؟ الله يسلمك. بلازح معي الشهرين الدكتوره. وياك الدكتوره تفضل. اهلا وسهلا ابو مصطفى. ام مصطفى اهلا وسهلا. العفو دكتورة، أكو صار تقريبا سنة أو سنة ونص طلع كوتشي يعني أوردة يسموها الأوردة العنكبوتية الحمراء. بس صوت يعني طلع بوجهها قبل كم سنة الأوردة. الأوردة الضعيفة. العنكبوتية الحمراء. العنكبوتية الحمراء أي نعم. مكان الأنف. نعم دكتورة. بالأنف طلع لك لو هنا. شلون صوت الحمر طلع بالوجه؟ أي كل الوجه لو مثلا حول الأنف لو يعني أماكن معينة. يعني أكثر شيء على الخد تحت العينين هيك. تحت العينين أي نعم نعم. لونها أحمر. احمر لون. اي نعم نعم. يعني عندك صوره ما ادري عن شلون خلص من عندها وقافي عندي. نعم. اكو اكلات مثلا تسبع عن شيء. اي اكو حل اكو حل اللي خليها تنتج بوجهك كافه. نعم. اولا هي ليش يعني تعرفي عن شنو اسبابها؟ نعم اسمحي لي. اول شيء الاورده هي ليش طلعت؟ يعني اولا مرات تطلع بالوسب يعني مرات مجرد تقدم العمر، ومرات اكو اسباب يعني خل اذكرها هاي كلش مهمه. النساء يستعملون خلطات خاصه موجوده بالسوق مو من اخصائيين. هاي الخلطات يحطون بها ماده اسمها ستيرويد معروفه. هذا الستيرويد يعطي تاثير جانبي هو يعني البياض والاشراق والهاي، لكن ورا فتره ممكن ان تعاني يكون تصير البشره بالضبط مثل قشر البصلايه كلش رقيقه، بحيث يمكن ان ينباع الاورده تحتها. يعني هاي احد الاثار الجانبيه. يعني ابتعدوا عن الخلطات الرائجه الموجوده والاسماء اللامعه. نعم يصير كلش خفيفه كلش بحيث ممكن ان نباع الاورده الموجوده، لانه الطبيعي لازم ماكو. صحيح. اكو ناس طبيعه بشرتهم هيك يعني ما لها علاقه هاي. هنا الحل سهل، اكو ليزر خاص يعني من ضمن اسمه الدايود ليزر. ليزر خاص يمشون على الوريد نفسه يعني وتروح شغله حلو وبنتائج حلوه. ممكن ان يستجيب ليزر خاص، ثاني ليزر ممكن ان يخدمك اسمه ليزر دايود. نعم شكرا لك ام مصطفى واجر وعافيه. حاله غريبه هذه، انا عمر اسمع بها تدرين.
يعني احنا نباح بعياداتنا هوايه يعني نروج عليها ونحشيها. اكو اسماء لامعة مبيضات موجوده بالسوق يعني يمكن اذكر لك اياها يعني يعرفوها اكثر النساء يعرفوها يعني بسبب اسعارها الرخيصه يعني مع الاسف بسبب اسعارها الرخيصه والصوابين بسبب اسعارها الرخيصه ممكن أن الناس تاخذها. اتباع التاثير الجانبي اللي هو مال ستيرويد يعني تاثير على الاطباء كنا الاربي تاثير كلش مشهور يسموه شايني فيس اللي هو الوجه المشرق تشوف وجههم احمر ويلمع صح ولا لا تاثير الستيرويد يعني صحيح. لكن هاي ممكن ان يطول عليها اسبوعين ثلاثه وراها مجرد طلعت الشمس ما رحتي تصبغات راح تصير سر داء الورديه ممكن ان يتعرضون الداء الورديه ممكن ان يصير حساسيه البشره تحرقهم تحكهم تسعدهم اورده كلش رفيعه تظهر البشره لانه هنا عندك الكومبوزيشن مال السكن كله راح يتغير الجلد كله راح يتغير. دكتوره اريد نعم. الفرق بين التقشير الكربوني بالليزر والفريكشنال بالليزر الكربوني والفريكشنال هم جهازي الليزر راح نسوي بهم تقشير البشره جهاز الكربون نخلي ماسك الكربون جهاز الفريكشنال بدون ماسك يعني هذا بدون ماسك راسا الكربون راح يقشر لنا الطبقات الطبقه السطحيه الرفيعه نعم. لذلك اذا شايف الكربون هو طوله موجي قليل شايف الضربات يطلع صوت وبيها لسعات يعني اذا ما حسيتي باللسعات معناته بدا ينتج القوه المناسبه للليزر نعم. هي هاي اللسعه راح تسوي شنو تقشير جدا جدا بسيط وقلنا ما له علاقه بالتصبغات نظاره غلق بسامات تقليل دهون كلش مهم هذا الشيء. اي مخاطر ما بيه؟ ما هي مخاطر البشره تصير حمراء يوم الثلاثاء مطلعين بالشمس استعملين واقي شمس الاجراء مالته بالعياده جدا بسيط ممكن ان تعيدي كل اسبوعين. زين دكتوره الاجراءات اللي قبل وبعد التقشير بالليزر الكربوني نعم بالليزر الكربوني اول شيء كانت اتاكد انه هذا الجلد ممكن ان اسلط عليه ليزر بشكل عام قلنا اكو محذورات بالليزر اكو جلد ما نستعمل باي ليزر سواء كربوني او سواء فراكشنال يعني البشره عندها حساسيه ما نستعملها ليزر صحيح البشره اللي بيها حب كلش قوي ما نستعملها ليزر بعد شنو مثلا اللي مثلا يستعمل مثلا مواد معينه مثلا بالجلد مثلا عنده مثلا فد علاج معين الفد ماده معينه ما نجي نخلي عليه ليزر احنا شنو الغرض نريد نظاره الوجه وغلق مسامات وازاله دهون نستعمل ليزر كربوني الفراكشنال غير امور الفراكشنال الفراكشنال راح يعالج لك مثلا اثار حب الشباب مثلا اثار الحروق يعطي نظاره ايضا اكثر للجلد شنو الاجراءات انه نتاكد انه الجلد ما هي فد جرح او فد شيء معين قبل الليزر نعم. ممكن ان نستعمل مخدر بسيط فد قبل 45 دقيقه يقلل من لسعات الليزر لكن هو طعمه يوخر الالم لكن يقلل من اللسعات ورا هاي اثناء قبل العمليه ماكو شيء قبلها بعد يسلط جهاز الليزر بشكل عام اذا فراكشنال واذا كربوني ما ياخذ تقريبا 15 دقيقه بالكربوني حمار بسيط قلنا وممكن ان تعيد العمليه ورا اسبوعين حلو بالفراكشنال لا هنا راح ندخل لطبقات عميقه الحمار ممكن ان يطول اسبوع فلازم مرت عرض الشمس في الاسبوع يفضل اجراء الفراكشنال بايام اللي يكون بيها الجو بارد يعني مثلا مو ايام الجو حار واذا طلعت ورا 7 ايام يفضل استعمال واقي شمس دائما مثلا ما نخلي مواد تجميل وراها كريمات خاصه للطهيار نستعملها والفراكشنال ينعاد كل شهر ما يصير كل اسبوعين يعني هو الاجراء شويه بحده يعني اجراء يكون حاد على البشره فنعيده ورا شهر حلو. هنا ممكن الاسبوعين هنا ممكن ان شهر بالتقشيرين تكون اكو حمايه للعين طبعا اكيد ها كلش مهم حمايه للعين المريض وحمايه اصلا للطبيب اللي يشتغل للطبيب. اكو فد جلاس معينه اللبس نعم دكتوره هواي يصير عن موضوع الكلف الكلف نعم لازم يعني هواي شباب وبنات يعانون من موضوع الكلف يعني شنو اسبابه وشنو علاجه هواي اسباب الكلف احنا قلنا اسباب الكلف مرات اكو بشره هي بتصبغات الشمس نفسها بالشمس العفو اشعه الشمس ممكن تعرض الى كلف اكو استعراض وراثي اكو ناس هي بشرتها ممكن ان يعني وراثه عندهم طبقه الميلانين يعني بسرعه يصير بها افراز فيصير عندهم تصبغات مواد خاصه نحطها على الجلد مثل ما ذكرنا المواد هاي تغير تركيب الجلد ممكن ان يصير الكلف مرات اكو يعني هسه بحوث جديده قالت اكو نقص الزنك ماده الزنك ايضا موجوده ممكن ان يزيد الكلف حبوب منع الحمل ابر منع الحمل بالنساء ممكن ان يزيد الكلف الحمل نفسه هرمونات الحمل ممكن ان يظهر كلف اثناء الحمل ويبقى وراء فتره الحمل تقريبا هي هاي اكثر الاسباب الموجوده والتعرض المباشر لاشعه الشمس بدون واقي احنا ما عندنا ثقافه واقي الشمس صح. يعني للاسف يعني اكثر الناس من يقول استعمل واقي تقول انا ما اطلع بالشمس يعني يعني تتوقع انه الشمس لازم الا حارقه يلا تحط واقي شمس واذا خلى ما له علاقه وحتى بالشتاء انه اكو الاشعه هي اليو في لايت موجوده يعني حتى احنا قاعدين اكو هسه موجوده اشعه الشمس يفضل استعمال واقي الشمس وفد ملاحظه مهمه خل اقولها على واقي الشمس اكو ناس يحطون واقي الشمس من الصبح للعصر نفسه بس واقي الشمس كل 3 ساعات يتجدد يعني انت ما تحط واقي شمس حطيته يعرفوا اطباء الجلديه حطيت واقي شمس مثلا ب 8 الصبح انت ما راح تبقى للعصر بي
للعشرة فدل ال 12 أغيره، من 12 ل 4 أغيره، الحد مثلا ما تغيب الشمس، يعني ماكو شمس مو أنت تحطه 6 ساعات أو 8 ساعات يعني مو يوم كامل. أي يعني هو 3 ساعات ممكن لازم ينعاد مرة ثانية يعني. هاي يمكن ما يعرفوها أكثر الناس بس هي معلومة مهمة يعني. حلو. علاج الهالات السود. الهالات السود هي هواي أسباب للهالات السود، لكن أكو هالات سود مجرد سواد، أكو هالات سود بيها عمق، يعني صار بيها صح. عمق. الهالات السود أول شيء إذا أكو حديد لازم نعالجه، نقص حديد مهم، لأنه يعني نقص الحديد ممكن أن يسوي هالات سود، هذا نعطيك علاج. نبدي بالأشياء البسيطة، حقن البلازما تنطي نتائج بسيطة، أكو ميزوثيرابي هم ينطيك نتائج حلوة، جهاز البلازماج ليزر بسيط جداً، ضربات بسيطة ممكن أن ينطي. أكل كاربوكسي أيضا ممكن أن ينطي، هم ممكن أن ندخل يعني مادة الأكسجين فيزيد هنا الأكسجين مرور الدم، فممكن أن يعني يفيد. تقريبا هاي الأشياء البسيطة. أكل بيلنج خاص، تقشير خاص تحت العين ممكن أن يفيد. هاي الأشياء اللي ذكرت لك إياها كلها سيمبل، كلها بسيطة، ما دخلنا بمواضيع شوية تكون حارقة أو ليزر. يعني منطقة العين ما نجي نسلط ليزر، يعني شوية هاي شوية نتحذر من عندها. دكتورة نورتيني اليوم، نوركم الله يخليك وشرفتيني، وأنا يمكن أول المستفيدين من معلوماتك بالإضافة لكل المشاهدين. شنو اللي تحبين تقولي للشباب والبنات؟ نعم. نصيحة لهم توجهي. نعم. يعني إن شاء الله الكل جميل وحب الجمال، هو طبعا الجمال الداخلي أهم من الجمال الخارجي، لكن الشكل العام كلش مهم ومفيد. بشكل عام بس أنصحهم بشيء يعني معين، إنه ما يراجعون أي سناتر مجرد أسماء ما معروفة. لازم تتأكد إنه السنتر يكون بأطباء، ولازم أطباء بروفيشنال، وخاصة إذا يتجهون إلى الليزر، لأنه إذا صار أي شيء لا سامح الله مثل ما استقالت المريضة صحيح. ما نقدر يعني أصلح الأشياء مرة ثانية. شكرا لوجودك ويانا. الله يخليك. أنا أشكر دكتورة نعمان. الله يخليك. مشاهدينا الكرام خلونا نروح فاصل وبعدها نتواصل وياكم بفقرة حلقات هذا اليوم.